خلينا نروح للمستشار محمد صلاح رئيس احدى اللجان من محافظة اسوان. اهلا بك يا فندم. سيادة المستشار محمد صلاح. اهلا يا فندم، حضرتك على الهواء معانا وبنرحب بيك، وبرضو احنا نحب نعرف من حضرتك يعني عمليات فرز الاصوات في اللجنة في اسوان ومؤشرات التصويت. والله فندم هي تقريبا المؤشرات عندنا يعني متماثله تقريبا في يعني في محافظات الصعيد، تقريبا النسبه بلغت عندنا في حدود برضه من 40 لاكثر من ذلك، من 40% لمقسمه اكثر، بس لسه طبعا ما حسبناش الاعداد يعني مظبوطه وما نقدرش ندي ارقام دلوقتي محدده طبعا عشان التضارب، لكن الثلاث اربع ساعات الاخرانيين النهارده شاهدوا اقبال يعني غير مسبوق، يعني الصراحه الناس يعني تحدث التراب والهواء وكل الكلام ده ونزلوا وانتخبوا، وكانت الامور الحمد لله اكثر من رائعه يعني. ربنا ييسر الاحوال ان شاء الله ونخلص فرز اللجنه العامه على خير عشان يعني طيب تبان الأرض. في عند حضرتك يعني اي مؤشرات للاغلبيه لاي مرشح من المرشحين؟ الاغلبيه المطلقه يعني بزياده جدا طبعا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفارق يعني كبير جدا 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 يعني. نعم. فهي دي الاغلبيه، لكن الارقام نفسها يعني ما زالت في مرحله الفرز والعد. نعم يا فندم؟ يعني ما زالت الاصوات النهائيه او يعني الارقام النهائيه في مرحله الفرز والعد. طبعا تمام. لكن تمام. يعني على ما يبدو الاغلبيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام يا فندم، اغلبيه مطلقه تماما يعني. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. سياده المستشار محمد صلاح رئيس احدى اللجان من محافظه اسوان.